دلوقتي بقى هنقابل أحمد محمد عوف المدير التنفيذي لمجموعة أبو عوف، واللي فاجئنا بإطلاق منتجات أبو عوف للقهوة سريعة الذوبان لأول مرة في معرض فود أفريكا. ركزوا معاه. أبو عوف يعني صباح الفل لكل مصري، كل واحد يدخل ياخد قهوته عشان يفوق ويشوف أشغاله. ما شاء الله نجاح كبير جدا. داخلين على فود أفريكا، ده العرس الخاص بالصناعات الغذائية. أولا بيمثلك إيه فود أفريكا، وهي أكبر مفاجأة تقدمها السنة دي في 2022. معرض فود أفريكا بالنسبة لنا هو أكبر معرض متخصص للصناعات الغذائية في مصر، هو من أكبر 3 معارض في الشرق الأوسط. المعرض ما شاء الله بيكبر كل سنة عن سنة. احنا بنفخر ان احنا الراعي البلاتيني للمعرض للسنة الثالثة على التوالي. المعرض بيمثل لنا ايه؟ المعرض بيمثل لنا هو المراية بتاعة المنتجات المصرية للأسواق العالمية، وخصوصا أسواق الشرق الأوسط اللي احنا التركيز الأكبر عليها. بيبقى فرصة لينا ان احنا ننزل منتجاتنا الجديدة في المعرض، خصوصا اللي هو بيبقى في ديسمبر، فبنبدأ ندخل مبيعات أول السنة بيكون معانا المنتج الجديد. يعني ميعاد مناسب جدا لإطلاق أي منتجات جديدة. بالظبط، هو فرصة. التوقيت بتاعه بيبقى مهم جدا، بيبقى قبل رمضان طبعا، أعلى ما رمضان يبدأ يتحرك يوصل ديسمبر، بس بيبقى كمان فرصة إنه بيبقى أول السنة، فبنبدأ ندخل مبيعات أول السنة بالمنتجات الجديدة اللي احنا منزلينها. إيه المنتجات الجديدة اللي احنا منزلينها في فود أفريكا؟ إن شاء الله هيبقى الانستنت كوفي، قهوة سريعة التحضير. المنتج ده بقى لنا 3-4 شهور بدأنا ننزله وبنجربه في محلاتنا، لقى استحسان وقبول كبير جدا للمستهلك، فهيبدأ إن شاء الله إنتاجه في من أول يناير، يبقى على سكيل أوسع في مصر وفي الشرق الأوسط. كم منتج؟ هم 6 SKU، 6 منتجات بادئين بيهم، فئات سعرية مختلفة من أول 2 جنيه لغاية 5 جنيه. المنافسة فيها عاملة زي المنافسة فيها شرسة جدا. قوي. شكل قوي. يعني شكل قوي. احنا لسه بنقول هادي بنبدأ كمان. احنا لسه في حاجات جديدة، في مراحل جديدة. ان شاء الله. ده احنا هنبدأ بالمنتجات التقليدية العادية الموجودة في السوق، وبعد كده هيكون في innovations، في هيكون في حاجات مختلفة. شوية ابتكارات وحاجات تانية من النص التاني من السنة الجاية ان شاء الله. ممكن اسواقنا تبقى ايه؟ الشرق الاوسط وافريقيا ومراكز تمركز العرب. يعني هنقول ان كندا، امريكا، انجلترا، بخلاف الشرق الاوسط وافريقيا، دول ممكن تبقى قواعد اسواق مهمه جدا للقهوه المصريه. 2022 حصل عمليه شراكه كبيره جدا ما بين شركه ابو عوف المصريه وشركه اغذيه الاماراتيه. رايحين على فين بهذه الشراكه بقى؟ شركه اغذيه طبعا من الشركات الكبرى في الشرق الاوسط، والصندوق السيادي ADQ طبعا اكبر صناديق في الشرق الاوسط مش في الامارات بس. ليه وافقنا على الشراكه؟ اولا احنا خلينا نقول ان احنا بنعرف نفسنا دايما كفاميلي بيزنس، بيوصل لمرحله من المراحل اللي هو لازم تبقى فيه عمليه حوكمه، لو ما اتعملتش مظبوط 100% بتؤدي الى انهيار الشركه. حوكمه عشان الناس تفهم، يعني مجلس اداره من الخبراء يدير المنظومه. بالظبط. فاحنا قررنا ان احنا نبيع جزء او 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 او, أو نوافق على بيع جزء من الشركه 60% تقريبا لكيان كبير ضخم زي اغذيه. اولا للتاكد من ان الحوكمه تم تفعيلها، ما تبقاش كلام على ورق. والنقطه الثانيه الاستفاده من الاسواق الخارجيه او الشبكه الخارجيه اللي موجود فيها شركه اغذيه. شركه اغذيه موجوده بقوه في الشرق الاوسط، فإن أنا أركب منتجات أبو عوف على الشبكة بتاعت أغذية دي هيدي قوة كبيرة جداً جداً ودفعة كبيرة جداً لصادرات أبو عوف من مصر. وإحنا إضافة برضو. إحنا طبعاً إضافة كبيرة لشركة أغذية، وهم دايماً يقولوا لنا أنتوا دورة التاج عندنا، لأن إحنا كمان تقريباً القطاع التجزئة الوحيد اللي عندهم. فإحنا موجودين في 210 محل جوه مصر في 16 محافظة، فهو كمان عنده شبكة توزيع قوية في مصر. أصبح عنده بمجرد ما خلص الاستحواذ اصبح عنده هو كمان مقر شبكه توزيع قويه جدا في مصر. كلها فروع مملوكه لابو عوف. كلها فروع لابو عوف، ما فيش اي فرنشايز عندنا خالص، احنا كلها فروع بتدار مباشره من الشركه، احنا صفر فرنشايز. انا بحب جدا، خليني اكون صريح معاك، دماغك في اداره ملف التمور في مصر او المجدول تحديدا. تدخلته في صناعه المعمول، طمنا على المنتج ده وعامل ايه في صادراته؟ المنتج ده الحمد لله موجود حاليا معمول المجدول ابو عوف. معمول المجدول ابو عوف موجود حاليا في 7 دول مش في الشرق الاوسط، بخلاف الشرق الاوسط. موجود في انجلترا، موجود في امريكا، موجود في كندا. ما شاء الله. والاسبوع الجاي كمان طالع بيعشقوا المجدول، خلي بالك دخلوا في الصناعه كمان اتجننوا بالمنتج. بالظبط، وخصوصا الاطفال. يعني الاطفال انك اسهل انك تقنع طفل انه ياكل معمول بالمجدول عن انك تقنعه انه ياكل مجدول تمر. طبعا. فالقيمه الغذائيه كامله الطفل بياخدها في صوره ان هو بياكل حاجه حلوه هو بيحبها. احنا عندنا خطط بقى خمسيه عندنا خطط خمسيه. خطه بعيده وخطه متوسطه وخطه عاجله. عندنا خطط خمسيه. على فكره احنا برضو ما اتكلمناش في موضوع اللي احنا فتحنا في الامارات 4 فروع.
المنتج المصري بقى موجود في أربع محلات أبو عوف موجودين في أكبر مولات في الإمارات. فتحنا في دبي مول، في دبي هيلز، في دايرة سيت سنتر، وفي مول الإمارات. منتجات 80% من المنتجات الموجودة في المحل منتجات مصرية 100%. أغلب البياعين اللي موجودين في المحل بياعين مصريين. بنقدم القهوة بتاعتنا، بنقدم المعمول، بنقدم البورتفوليو كامل بتاعنا. فبقى في جزء من المنتجات المصرية في قلب أكبر مولات في العالم. رشدة التصدير للصناعات الغذائية 5 خطوات. أولاً الأسواق الجديدة لازم نشتغل عليها وخصوصاً أفريقيا، وثانياً نشتغل على الجودة. مفيش حاجة اسمها منتج يطلع من مصر من غير ما يكون بمواصفات قياسية تليق بينا كمصنعين للغذاء، وثالثاً ندرس احتياجات أسواق العالم ومواصفاته، يعني نصدر اللي هم عايزينه مش اللي احنا عايزينه، ورابعاً نشتغل على السوق المحلي ونرتقي بيه. لو قدمنا الأسواقنا المحلية جودة أكيد هنكسر الدنيا برة. وخامساً ندعم كل مصدر لأنه سفير لمصر في العالم وبيتعرض لمنافسة غير شريفة بالمرة، والعالم كله بيدعم منتجاته بشراسة عشان يوفر فرص عمل ويشغل مصانع وخطوط طيران وسفن شحن. الموضوع مش مجرد منتج والسلام، دي منظومة كبيرة جداً.